أمير الرياض يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الشباب والاتحاد والأهلي، يخطف ثالث الأبطال بتخطي الفتح. برودوم يتوعد بإيقاف خطورة سرعة لاعب الاتحاد، وبينات يخفي مصير فلاتة ويبعد باهبري عن الشباب. جماهير الاتحاد تزف لاعبيها في مطار الرياض، ودعم شرفي إداري يحفز الشباب لمنصة الذهب. النصر يرفع عرض الشهري ويحدد مهلة للرد النهائي، وإدارة نجرة تضع السبت موعداً لإعلان قائمة المعسكر الخارجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فان في المملكة العربية السعودية، مساعد العبد وخلف من فيهم ضيفا حلقة الليلة، الأهلي والفتح، مباراة الثالث والرابع في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. نشوف التقرير. عندما تفقد الأمل في معانقة الذهب، بالتأكيد أنك ستفقد الحماس والرغبة بالانتصار. نعم، غابت الجماهير، لكن لاعب الأهلي والفتح ظهروا بمستوى جميل وجميل جدا. ولنكون منصفين أكثر وأكثر، كتيبة القلعة الخضراء كانت أجمل وأفضل مقارنة بأداء لاعب النموذج أبطال الدوري. مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع، وصاحب أجمل فرصة ضائعة في لقاء الأهلي بالشباب الماضية مصطفى بصاص احتاج فقط لثلاث دقائق ليصافح الأنصار الذين غابوا عن المدرجات هذا المساء، ويعتذر لهم بهدف أول لفريقه الراقي. المحياني يفرح من العدد القليل، لكن هناك خلف الشاشات البيضاء من يتابع لخمس دقائق أو لثلاث دقائق فقط كانت كفيلة لبصاص اللاعب الهداف للفريق الأهلاوي في الفترة الأخيرة، مع سجود للشكر قبلها التمرير المتقن، التمرير الأكثر من رائع بعدم وجود الراية والأوفسايد. المحياني أخضر جدة أحكم تماما منطقة المناورة والمنتصف، وبدأ يهاجم الفتحاويين تارة من الأطراف وتارة من العمق والكرات الثابتة، حتى تلاعب بصاص بدفاعات الفتح وسلم الكرة على طبق من ذهب لطلق المحية الذي أضاف الهدف الثاني لفريق الأهلي. البصاص، كل الجهد بصاص، كل البراعة بصاص، ما عليك خوف يا أليك، لأن لدى الكتيبة الأهلاوية أسماء مميزة، ما تعدي ما تروح، بصاص يقبل العمل، هكذا يأتي الجنون الأهلاوي. عيسى المحياني يسجل أول أهدافه مع الفريق. الفريق الفتحوي غاب وغاب حتى استنفر حسين المقهوي وسدد كرة قوية جدا بصعوبة أخرجها المسيليم لضربة زاوية. الجزء الثاني من اللقاء، وفي بداياته عيسى المحياني يجندل دفاعات الفتح، لكن العويشير كان بالمرصاد، وإلتون يرد بقذيفة أخرى بصعوبة أيضا تصدى لها المسيليم، والقائد حمدان برأسه يضيع هدفا محققا. وبنتيجة هدفين تتحصل القلعة الخضراء على المركز الثالث، بينما أبناء النخيل أصبحوا رابع الأندية الأبطال. تركيش ديد كورة. أبو ضفاف، الأهلي والفتح، الأهلي والفتح والثالث والرابع في فرق بين الثالث والرابع.
والله شوف انا يا اخي يمكن صار لي 20 30 سنه الحين يمكن ابغى جواب وش الهدف من اقامه مباراه ثالث ورابع في اي مسابقه في العالم؟ ماني لاقي شيء، لا على مستوى كاس العالم ولا على مستوى كاس اسيا ولا على مستوى كاس الابطال، ولا اظن دوري الحواري ما يسوي ما ثالث ورابع. ما يسوون هذا الحواري. اي والله الحواري ما يسوون ثالث ورابع، لانه ما في العالم فريق يخسر في نصف النهائي وتقول له تعال العب ثالث ورابع، ما تقدر نفسيا، ما تقدر. اذا القصد الجوائز الماليه في حلول لها كثيره. في كاس الابطال الان اعتقد الاول 4 ملايين والثاني 3 ملايين والثالث مليونين، مليون ونص ومليون ونص مليون، لا اعتقد انها مليونين. نزلنا اليوم احنا عدلوها 4 ملايين، كان في اللائحه القديمه 4-3-2. لا هذه يمكن الظاهر اللي قبل، لكن طيب كاس الابطال 4 ملايين. لا ال 4 ملايين 2 ونص مليون ونص مليون، مليون ونص مليون ايه؟ يعني الثالث بياخذ مليون ونص. اي يعني انا من وجهه نظري حتى في كاس العالم تحديد الثالث يكون بالفريق الاقل خساره في نصف النهائي، يعني في الحاله هذه صاحب النتيجه الافضل، الافضل الهدف. الاهلي افضل، الاهلي حقق فوز بينما الفتح خسر مباراتين وبست اهداف. اذا انتهى الموضوع. يعني تخيل اليوم فيها تكاليف سفر الفتح، طيران واقامه صحيح، وفيها معسكر للاهلي، وفيها اضاءه ملعب، وفيها منظمين، وفيها امن، وفيها اشياء كثيره، تكاليف ولا جمهور ولا يوجد بالضبط. وهذه عوائل ما في. وكنت اتمنى يقول عدد الحضور الجماهيري، يمكن ما يجون ولا حتى 50 متفرج. هذا جانب. الجانب الاخر الانديه كانت تشتكي، يعني الاهلي كان يشتكي انه والله احنا مرهقين. اشوف اليوم البصاص يلعب، اسامه هوساوي يلعب، عقيل بالغيث يلعب. طيب انا اللي اعرف انه هذه البطوله نظامها يسمح بمشاركه لاعبي كل الدرجات، يعني ما هي مقيده زي الدوري لاعبي المقيدين. صحيح. اذا بامكانك تلعب ناشئين وشباب اذا ريح اللاعبين. انا اللي اقول اساسا انه لا يوجد داعي لمباراه ثالث ورابع ولا ذاك المبلغ اللي مجزي. يعني انا ما ابغى اتكلم عن دوري ابطال اوروبا، انت داري يعني الفائز الفائز في دوري ابطال اوروبا اخذ 37 مليون ونص يورو، يعني 180 مليون ريال. انت تقصد انه مثلا انا اللي اقصد انه نادي زي مثلا المركز الاول والثاني، انا اقصد انه ما تسوى. يعني النادي زي النادي الاهلي اليوم اخذ مليون ونص، يا رجل الاهلي يدفع في السنه 100 و150 مليون، يعني لا ينتظر جائزه قيمتها مليون ونص. انا عارف انه قطاع حكومي وبالتالي الجوائز محدده. انا اللي اقول انه المليون اللي بياخذها فتح كم يدفع منها عشان يطلع من الفتح؟ انا اللي اقول انه بمجرد انتهت مباراتين نصف النهائي وتحدد الاول والثاني، يتحدد الثالث والرابع من خلال هذه المباريات نصف النهائي، وتعطى اذا تساووا في كل شيء تقسم الجائزه بين الفريقين وانتهى الموضوع. لا وليش مثلا ما ترفع الجائزه مثلا ما في ثالث ورابع وترفع جائزه المركز الاول والثاني؟ لا 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 يعطون ثالث ورابع، لا مشكله ثالث بالعكس رابع. بالعكس اعطيهم مبالغ معنا من مباراة. نفس كلام اصادق 100% على كل ما قاله ابو ضيفاف، 100% اتفق معها مليون في المئه. هذا اللي المفروض يصير عشان ما اطول في الكلام، لكن بس بقول جمله بسيطه. اتمنى انه الاهلاويين كلهم بالذات المدرب وغيره يشوف بس اليوم عيسى محياني فكره في الملعب، هدف شلون صنع الهدف الاول بس، هذا اللاعب كيف يغيب وكيف يركز في الثاني؟ كم مثلا مسكين يغيب دائما عن المباريات، حتى هو مع الهلال كان ينزل ويسجل، اليوم سجل المباراه اللي كان المفروض يلعب فيها المباراه الماضيه اعتقد ما لعب اساسي. ما ادري ايش هذا المدربين صراحه، هذه بلغه نظره فنيه، لكن انا اتكلم فقط انا والله بس لكن نظام لانه لاعب تحترمه كثير، هذا اللاعب تحترمه كثير جدا، لاعب منضبط اخلاق عاليه يثابر لاجل يبقى ليعيش لياكل من يعني عرق جبينه بحقه حقيقه، ومع ذلك مسكين يظلم. يعني انا اتمنى انه ما يظلم. انا قريت خبر باقي الكلام اليوم او امس انه اتحاد الكره بيعيد بيدرس نظام البطولات المحليه. اي نعم صحيح. اتمنى صحيح من ضمن صحيح دراسه نظام البطولات ان يلغى ان تلغى مباراه الثالث والرابع. صحيح. ويوضع لها نظام يحدد مسبقا، يعني مباراه اليوم يعني انا اعتقد ان انت عارف زميل تركي ان انا الساعه 9 حطيت على القناه السعوديه لقيت الدقيقة 70، يعني حتى المباراة موعدها هي 7:30 مثل الثالث مثل الإياب في تخيل بعد 7:30 في النهائي. أنا اللي أقول إنه ما أشوف لها أي داعي المباراة.